ما معنى يعني أو ما فائدة القرب؟ هل فائدة دياله؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللي يطلب من هذه النوعية شيء حاجة وكيرضاش الله، وهذا وعد من الله الذي لا يخلف الميعاد. إلا أعطاك ربي ما كيش يقلع لك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان بأي صورة، رفع صوته أو خفضه أو ذكر ذلك في قلبه، متى دعوت الله وأنت من أهله، من أهل المنزلة القريبة، كان الدعاء مستجابا بإذن الله. وهذه مرتبة الولاية التي تحدث عنها الحديث الصحيح القدسي، مرتبة الولاية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب. شوف العبارة دي، يتقرب، وما تقرب يتقرب فإني قريب، نفسي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك فهم محبوبون كما ذكرت. وإذا سألك عبادي أهل المحبة، لأن قلنا كلمة عباد تدل على أن الله قد أحب هؤلاء حتى أحبه. فإذا أحببته كنت أسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. مش يمسوش واحد، يا ويل من تعدى على ولي من أولياء الله. ولكن ما ولايته؟ يعني الولاية ما يتخيلش بنادم شي خصوص وما نعرفش شنو خصوبة يوصل، ويكون عنده شي خرافات، ويكون عنده شي أذكار خاصة به. من ادعى، هذه قاعدة كلية شرعية، أن عنده أذكارا مخصوصة يصل بها هو وحده ولا يصل بها غيره فهو كذاب أشر. الدين واضح، والمصدر الدين لا تنازع فيه، إنما هو القرآن الكريم والسنة النبوية. فمن خالفهما فقد ضل وأضل، يكون كما بغى يكون. أنه عين وحدة اللي عندنا هي الوحي، عين وحدة التي شرب منها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الجهل والتجهيل أنه يدعي علينا بعض الناس أو كيف ما كان هذا الأمر، يعني أن عنده أذكار خاصة وأسرار خاصة ما كاينش عند الناس. لا أسرار من حيث التشريع ومن حيث طرق السير إلى الله، لا أسرار في الشريعة إطلاقا. فين كاين الأسرار؟ في الآثار، وهذا الذي لا يفرق فيه الناس. نعم الآثار فيها أسرار. كيف الآثار؟ كيمكن أنا نقرأ الفاتحة وأنت تقرأ الفاتحة، ماشي جوج صور، هي غير الفاتحة واحدة موحدة. الآثار اللي تعطي الفاتحة لهذا ماشي هي الآثار اللي تعطي الفاتحة لهذا. هنا كاين الأسرار على قدر صفائك وإخلاصك لله. نعم ثم كاين الأسرار، لا ننكر الأسرار والأنوار، والدين كله أسرار وأنوار. ولكن مصدر التلقي، من زعم أن له مصدر آخر ووحي آخر وإلهام آخر وتراتيل أخرى ما كاينش الكتاب والسنة، فهذا كذب. لأنه الدين أهم يعني شيء فيه المنطلق نوحده المصدرية والمرجعية، نأخذ ممن وكيف، وعلى قدر الصدق وعلى قدر الإخلاص تتعدد الأنوار والأسرار هكذا. ولذلك وصل أصحاب رسول الله، وبما وصلوا بهذا الكتاب، ما كان عنده شيء حاجة أخرى، بهذا الكتاب. الصحابي الذي رقى لديغا، هذاك اللي عبدته الحية عافانا الله وإياكم، لديغ، رقاه بسورة الفاتحة، ما جاب له شيء آية من التوراة ولا شيء حاجة نزلت عليه هو بليل، أو شيء أخصاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمنام، ومن ادعى أنه أخصاه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في المنام من غير الكتاب والسنة، فهذا تمويه شيطاني لا يكون إطلاقا، لا يكون. يعني رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مناما صحيحة ممكن أن تكون، لكن أن يخصك بتشريع، أن يخصك بتشريع ويعطيك أمر، لا يجوز. وهذا أمور تحدث عن العلماء، لا يجوز أن يكون شيء من ذلك مما يزيد على الكتاب والسنة. وهذا أمر قرره غير واحد، والإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله فصله تفصيلا بينا في كتاب الاعتصام. أنها تصنع علينا أنت مصدر خاص ديال التشريع وتخرق بذلك الإجماع، هذا خطير جدا. ولهذا إذن المرجع في كل ما يقع فيه التقرب إلى الله أن يكون بناء على كتاب الله وسنة رسول الله، وهذا الذي بنى عليه المغاربة منذ القديم، حينما
وصفوا تصوفهم بأنه تصوف الجنيد السالك الذي كان على كتاب الله وسنة رسول الله، والمسلمون مجمعون على جلالة الإمام الجنيد وعلى ورعه وصلاح منهاجه رحمه الله، والمسلمين أجمعين هو وغيره من ممن كان قبله من جاءه.